استكمالا لمشروعها الهادف إلى توظيف الشباب الكويتي حديثي التخرج في القطاع النفطي، قامت شركة نفط الكويت بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بإجراء المقابلات الشخصية للطلبة الذين اجتازوا اختبارات اللغة الإنجليزية الأسبوع الماضي، وذلك للالتحاق ببرنامج الآبار البترولية ودورة ميكانيكا منشآت نفطية. التفاصيل في التقرير التالي. تواصل مؤسسة البترول الوطنية المضي في مشروعها لتوظيف الشباب حديثي التخرج في القطاع النفطي، فبعد أن اجتاز الشباب المتقدمين لبرنامج عامل حفر أبار بترولية ودورة ميكانيكا منشآت نفطية اختبار اللغة الإنجليزية، أجريت لهم المقابلات الشخصية. الرأي واكبت الحدث في مبنى القبول والتسجيل بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. عندنا استكمال لبرنامج عامل حفر آبار بترولية ودورة ميكانيكا منشآت نفطية، المقابلات اليوم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. طبعا هذا احنا الآن في مرحلة الثالثة قبل الأخيرة، وكانت البداية من الإعلان الذي تم تاريخ 19/8/2019 إلى قاية 1/9/2019 لمدة أسبوعين مع الهيئة كان الإعلان، ومن ثم كان هناك اختبارات اللغة الإنجليزية في تاريخ 12/9، وتم عدد الذين اختبروا اختبار الإنجليزي 676 شخص، اجتاز منهم 500 شخص. الآن اليوم نحن على المقابلات مع هؤلاء الشباب، طبعا هؤلاء كلهم خريجين الثانوية والتحاقهم فيما بعد اجتيازهم لدورة الميكانيكا والحفر مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بمعاهدها خاصة، يلتحقون فيما بعد العمل لدى عمارة المقاول للقطاع النفطي مع الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية والشركات النفطية. البرامج والدورات موجهة لتدريب الشباب حديثي التخرج، وهي إحدى خطوات الشراكة بين النفط والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لقبول الشباب وتوظيفهم عبر الشركات المتعاقدة مع نفط الكويت. نستقبل اليوم باكورة التعاون مع شركة نفط الكويت والمعهد الصناعي شويخ في دورة الميكانيكا المنشآت النفطية. اليوم نستقبل أبنائنا المتدربين والمترشحين لهذه الدورة لإجراء إن شاء الله المقابلات، وبإذن الله إن شاء الله بالقريب العاجل خلال الأسبوع أو العشر أيام القادمة يداومون أبنائنا المتدربين بإذن الله. الدورة موجهة للقطاع النفطي ولشركة نفط الكويت. هذه الدورة تتضمن تهيئة المتدربين الحاصلين على الثانوية العامة لخوض طبعا سوق العمل والعمل في الشركات الخاصة التابعة والعقود التابعة لنفط الكويت. هذه الدورة تأسس المتدربين فنيا ومهاريا لاستكمال طبعا العمل والخوض معركة سوق العمل ويا القطاع الخاص. الدورة هي عبارة عن كورس مدة سنة يتلقى فيه المتدرب مواد عملية أو مواد نظرية تتعلق بحفر كيفية حفر الآبار البترولية، ويعني الأمور اللي يحتاجها الرق اللي هو المكان اللي فيه البير لاستخراج النوط، وهذه الأهم اللي يساعدون الطاقم، يعني هم أحد أفراد الطاقم المتعلق بحفر الآبار البترولية. وخلال الدورة راح تكون في هناك يعني بعض الزيارات الميدانية للمواقع، وراح يشتغلون بدينهم بحيث احنا نحضرهم لمثل هذه الأعمال الخاصة واللي لها طبيعة خاصة حقيقة، سواء في يعني فكرتها وسواء كذلك أيضا في المكان اللي هم يشتغلون فيه، فهي خاصة في أعمال حفر الآبار البترولية وتتعلق بقضية استخراج البترول من يعني الأراضي الكويتية. وتبقى المرحلة الأخيرة وهي الفرز حسب الرغبات وبدء الدراسة لمدة 9 أشهر بالتعاون مع المعهد الصناعي ومعهد التدريب الإنشائي. خالد الفارس، الرأي.